يعني طبعا كلنا زعلانين، كلنا اهلاويه ومتضايقين او مصريين حتى، لكن في النهايه عمر خليني ابدا بيك. وخلاص النادي الاهلي خسر هذه البطوله، كان هناك بعض الانتقاد للاداء للنادي الاهلي، كان هناك بعض الانتقاد لاداء بيتسو موسيماني، ولكن في النهايه انتهت هذه المباراه. عايزين ننظر لما هو قادم. بالتاكيد يعني اهم شيء في المرحله دي هو الهدوء. فكره ان الاهلي بمجرد ما طلع بعض الكلام انه ممكن يكون في اجتماع او غيره، الاهلي نفى بشكل رسمي انه ما فيش اجتماعات طارئه، وانه مجلس الاداره لم يدعو لاي اجتماعات، وده بياكد ان احنا عندنا هدوء في اتخاذ اي قرارات. يعني ما فيش قرارات طبعا بتناقش ولا حاجه، لكن في النهايه انه في نوع من انواع الهدوء في الوقت الحالي، وهو ده المطلوب. عمر اداره الاهلي على مر تاريخها ما خدت قرارات متسرعه، يعني عمرها ما حصلت، وبالتالي المطلوب دلوقتي انه تتم دراسه كل الامور بشكل مفصل، وخصوصا انه النادي الاهلي من قبل المباراه النهائيه هو اعلن ان عنده بعض الخطوات اللي تخص المباراه النهائيه واحداثها وقضيته مع المحكمه الرياضيه الدوليه ومؤتمر صحفي وغيره وخلافه، وبالتالي هيكون في اكيد قرارات الفتره اللي جايه بشان الاحداث اللي فاتت.